البقاء لله خبر محزن لكل المصريين. تفاصيل وفاة نجم مسرح مصر منذ قليل ننشر التفاصيل. وقرار عاجل بشأن طلب ترشح السيسي للانتخابات وإيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر. الحكومة بتحسم الجدل بننشر لحضراتكم التفاصيل. والسودان يطلب تعويضات فورية من أثيوبيا بسبب سد النهضة. ومفاجأة، البلدعي بيطلب من مصر تنفيذ قرار مؤلم على المدى القصير. وتزوير النقود في مصر وتحرك عاجل من الداخلية المصرية بننشر لحضراتكم التفاصيل الكاملة في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو. ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار الجديدة أول بأول، واضغط على زرار أعجبني. عاوزين نوصل في هذا الفيديو ل 2000 و 3000 لايك. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نملى التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، والبقاء لله خبر محزن للمصريين، وفاة نجم مسرح مصر منذ قليل. وقررت أسرة الفنان محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر التشييع بعد صلاة الظهر من مسقط رأسه مسجد ضيوف الرحمن بميدان الشيخ حسن في محافظة الفيوم. كشف شقيق محمد بطاوي في تصريحات لموقع صدى البلد أنه تم الانتهاء من جميع التصريحات، وخرجنا من مستشفى الهرم حاليا وفي طريقنا للفيوم، ولم يستطع استكمال حديثه وانهار في البكاء. رحل عن عالمنا صباح أمس نجم فريق مسرح مصر الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل ما حدث حتى الآن. وأعلن هشام صلاح المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة. طبعا وفاة النجم محمد بطاوي بيأتي بعد 3 سنين فقط من حفل زفافه الذي احتفل به بحضور الفنان أشرف عبد الباقي. في شهر ديسمبر 2020 احتفل الفنان الشاب محمد بطاوي أحد نجوم مسرحية اللوكاندا وفريق مسرح مصر للنجم أشرف عبد الباقي بعقد قرانه وزفافه في حفل عائلي وبحضور الأهل والأصدقاء بإحدى القاعات بمنطقة الهرم. حرص النجم أشرف عبد الباقي على حضور عقد القران وشهد عليه، فيما حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونجوم مسرحية اللوكاندا على الحضور لتقديم التهاني بالزفاف لمحمد بطاوي. يذكر أن الفنان محمد بطاوي شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومنها راجل وست ستات وسك على اخواتك وخلصانة بشياكة وبميت وش وغيرها من الاعمال، وقدم مسرحية اللوكاندا بمسرح عماد الدين بالاضافة الى مشاركته في فريق مسرح مصر. نتمنى له الدعاء له بالرحمة، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبر قلوب زويه واهله وزوجته اللي يعني هو لسه متجوز جديد، ربنا يصبر قلبها يا رب. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وقرار عاجل بشأن طلب ترشح السيسي للانتخابات. وعقد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 مؤتمر صحفي منذ قليل. أعلن فيه تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه والتي قدمها نيابة عنه المستشار محمود فوزي الممثل القانوني. وأكد المستشار أحمد بن داري أن المستشار محمود فوزي الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حضر إلى مقر الهيئة ظهر أمس، وأحضر برفقته تزكيات أعضاء مجلس النواب التي تم تحريرها للمرشح الرئاسي
وبلغ عددها 424 تزكية، بالإضافة إلى 1,131,000 تأييد وثقة المواطنين لمكاتب التوثيق، بالإضافة إلى 1,131,000 تأييد وثقها المواطنين لمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري. وسحب المستشار محمود فوزي الممثل القانوني نموذج طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، حيث قام بملء البيانات المطلوبة كما وقع على كافة الإقرارات المطلوبة، وسلم أيضا تقارير الكشف الطبي على المرشح الرئاسي الذي وقعه بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة. يذكر أن شروط الترشح تتضمن قيام المرشح بتقديم مجموعة من المستندات، وهي صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 75 في شأن الكسب غير المشروع، التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. من ناحية أخرى، تواصل لليوم 14 على التوالي مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والبالغ عددها 217 مكتبا والمخصصة لتوثيق توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية عملها. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم في الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر. حددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وحددت 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل وهي 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز. المصدر معانا كان من اليوم 7. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وقولولنا في التعليقات تحت أسفل الفيديو انتم هترشحوا مين، رئيس عبد الفتاح السيسي او غيره، اكتبوا لنا في التعليقات تحت اسفل الفيديو، بنقرا التعليقات كلها. ننتقل مع بعض لخبر اخر، وايقاف صرف المقررات التموينيه منتصف شهر اكتوبر، الحكومه بتحسم الجدل. وقال المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من انباء بشان ايقاف صرف المقررات التموينيه منتصف شهر اكتوبر الحالي نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الحالي نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع، مشددة على انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الحالي حتى نهاية الشهر لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبآلة تموين وفروع مشروع جمعيتي، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. في سياق متصل، يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20-25%، وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الحالي من خلال 40,000 منفذ على مستوى الجمهورية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي. مصدر معانا كان من اليوم 7. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.
ننتقل مع بعض الخبر آخر ومفاجأة. البرادعي بيطلب من مصر تنفيذ قرار مؤلم على المدى القصير. دعا نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي إلى تعويم الجنيه المصري، أشار إلى أن الوطن يمر بمرحلة حرجة للغاية تستلزم حزمة من الإجراءات العاجلة. طالب البرادعي بتعويم الجنيه المصري لكي تعود الاستثمارات الأجنبية لتبدأ عجلة الإنتاج، وهو قرار مؤلم على المدى القصير ولكنه لا يتحمل التأجيل إلى بعد الانتخابات. وتابع بذل جهود مضاعفة خلال تلك الفترة الصعبة لحماية ودعم أهلنا الفقراء الذين يزداد عددهم يوميا وتنكمش إمكانياتهم، وبذل كل الجسور الممكنة من أجل التكاتف بين فئات المجتمع، بدءا بالطبع بالإفراج عن كل سجناء الرأي وفتح المجالات المغلقة أمام حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية. البرادعي قال: الهدف الأساسي للإصلاح الاقتصادي وأولى الأولويات هو انتشال غالبية الشعب من براثن الفقر وتوفير حياة كريمة لهم من خلال سياسات اقتصادية مستدامة تهدف إلى زيادة حجم الناتج القومي وبالتالي قدرة شرائية للمواطن. يستلزم هذا بالضرورة وفي تلك المرحلة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات مع وجود مظلة اجتماعية فعالة لحماية الفقراء وفقا للمنظمات الاقتصادية الدولية وغيرهم من الخبراء. هناك إجراءات هيكلية لابد منها. وطالب البرادعي بتخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية وتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي من خلال منظومة من القوانين واللوائح تكفل تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار وفي إطار سياسات اقتصادية واجتماعية توازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار، سياسات مالية ونقدية محفزة للاستثمار وفي مقدمتها ميزانية واحدة شفافة لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها وسعر حقيقي للعملة المحلية قائمة على العرض والطلب يهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التصدير كمكون أساسي في حجم الناتج القومي وخطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والخدمات مبنية على دراسات جدوى من حيث الميزة التنافسية. وجاء حديث البرادعي في ظل الحديث المستمر لصندوق النقد الدولي ومطالبة مصر بتعويم الجنيه وتخفيض قيمته وهو الإجراء الذي ترفضه مصر في الوقت الحالي، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى. جدير بالذكر إن مصر خفضت قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022 وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار. وانفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء خلال المؤتمر الوطني للشباب في شهر يونيو الماضي حيث تحدث عن الأخضر وتعويم سعر الصرف. الرئيس السيسي قال: نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لا. عندما يكون تأثير سعر الصرف على المصريين ممكن يضيعهم احنا ما نقعدش في مكان حتى لو هيتعارض مع شروط، انتوا فاهمين قصدي.